في عناوين النشرة: لبنان الأصفر يختنق بالرمل. صار عمي في 80 سنة، هذه أول مرة بتمر علينا. وشر البلية ما يضحك. وصل البحر عبعلبك. يوم بدي يمدوا بحر عبعلبي، وإذا ما جابوا بحر والله بننزل بالشريموني بنسقط بحر صور وبحر بيروت وبحر جبال كمان. فايدة لقل البحر، أول شيء رامل وبعدين بيبعتوا لنا الميت. كل ذاهب إلى الحوار بشروطه. نتمنى على المسؤولين ما نجتمع فيهم بكرة يكونوا فهم علي الحديث، وأكيد فهموا لأنهم شاطرين. وللناس طاولاتها. نحن 14 أذار، نحن بقول عنا حرامية، هوليك خواجات حزب الله. الكهرباء بعد البيئة، والحساب يفتح غداً. واجبنا أن نكون إلى جانب الشباب، أن نشد أزرهم، أن ندعمهم. وفي النشرة: بدنا نحاسب من الملاعب. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. من شبه الجزيرة العربية إلى شبه الدولة اللبنانية، عاصفة رملية حولت لبنان إلى واحة صفراء، وجعلت بلادا تعيش في الأساس على رمال سياسية متحركة أسيرة مرتفع رملي لف سماءنا، حبس هواءنا، وخنق مئات المواطنين. وعلى البارومتر الرملي رصد رئيس الحكومة تمام سلام بمذكرة أعلن فيها أن يوم غد هو يوم عطلة رسمية في جميع إدارات الدولة بسبب العاصفة. فيا دولة الرئيس، المذكرات لن تحمي الوزارات والإدارات من غضب الساحات. على توقيت الطقس الصحراوي، سيفتح مجلس النواب العاطل من العمل أبوابه لطاولة حوار تجمع الأقطاب مع تسجيل جعجع غياب. فالحكيم فضل استفتاء الخارج على حوار الداخل، وبعد قطر سيهيم أوروبيا بحثا عن أمنيته الضالة رئاسيا. قبل لقاء الأنداد كل رمى بشروطه: عون راجع على الطاولة بالثلاثة، قانون انتخابي مش مبندق بل قائم على النسبية، ينتج مجلسا نيابيا فرئيسا فحكومة، وهن فهموا علي لأنهم أكيد شاطرين. سامي الجميل أقر بأن لا بديل من الحوار سوى الجلوس والتفرج، فقرر خوض المعركة وعدم الهروب منها، وأطلق صافرة الإنذار: إما السير بخطة الشهيب للنفايات، وإما فلا مبرر لبقائنا في الحكومة. لكن تنفيذ خطة الشهيب دونها عرقلات، فالجنرال رفض إطلاق يد البلديات لحل أزمة النفايات متخوفا من فوضى لم يفصح عنها. وترويكا التعطيل السياسي للملف البيئي يمر حتما بصندوق أسود يدر ملايين الدولارات كما يقال إلى جيوب زعماء الزبالة، والتمديد ماشي. ووسط هذا الضجيج صرخة من ضمير لبنان سليم الحص: فلنعترف بأننا فشلنا أمام شعبنا. وجدت صداها عند حارس الطائف حسين الحسيني، الذي قدم مقترحات للحراك في سبيل تحقيق شعار الشعب يريد إقامة النظام، وطرح مبادرة تطلب إلى السلطات الأمر الواقع إعادة السلطة إلى مصدرها، صاحب السيادة. وصاحب السيادة هو الشعب، وصوت الشعب بودي. وغدا صرخة 9 من أيلول في الساحات ستخترق الأسوار العالية، وستتخطى الحصون الحديدية، وستصل إلى أذان المتحاورين على الرغم من الجدران العازلة، لتقول: خذوا المناصب والمكاسب واتركوا لنا الوطن. عكار المنكوبة بالحرمان المزمن نكبت بالعاصفة الرملية.
فالعاصفة الرملية التي وقعت عددا من المناطق اللبنانية اجتاحت عكار وبلدتها برياح حملت معها الغبار والرمال حتى غطت الطرقات والمنازل وأخفت معالمها الطبيعية. في عدد كبير من العالم هون انتقلت نتيجة اختناق، راحت على المستشفيات نتيجة حالات اختناق أو إغماء. كلياتهم ومن بيناتهم ابني وأخوي كمان من امبارح لليوم للصبح وعم باخذوا على مستوصفات ودني اللي عالجوا بهالموضوع هذا والغبار هذا ما عم بيحطوا له أكسجينات. هذه أول مرة بتصير، صار عمري في 80 سنة، هذه أول مرة بتمر علينا، عم تفوت على البيوت لجوا يعني. مستشفيات عكار بدأت منذ ليل الاثنين الثلاثاء باستقبال حالات الاختناق وضيق التنفس على نفقة وزارة الصحة، فيما شك عدد من المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي. في كثافة مرضى رغم كل الاستعدادات بس تفوق القدرة على هيدا، كل خمس دقايق عم يجي مريض بضيق التنفس. اجمالاً عم نقدم الاسعافات الاوليه للمرضى اللي بده دخول عم يفوت على المستشفى، والحالات الخفيفه عم يتقدم الاسعافات اللي تروح على البيت. يعني امبارح كانوا بحدود ال 50 حالي، اليوم لحد هلا صار جاي على الطوارئ بحدود ال 15-20، والامور مستمره بعدنا بنص النهار. يعني عم بيفوتوا على نفقه وزاره الصحه ولا على نفقتهم الشخصيه؟ المرضى اللي ما عندهم ضمان، ما عندهم تغطيه صحيه، عم يفوتوا على حساب وزاره الصحه اكيد. ضيق التنفس عبق وضيق قلق ومعد فيني يتحرك، تعبت. أنا ما عديت لنا بس من صورة قديمة، بس امبارح صار معي فجأة ما عرفت، يمكن من العاصفة أم غيرها ما بعرف. اللي عم يصير معهم ضيق بالتنفس وارتفاع بالضغط الشرياني مع احتقان بعدين احتقان رئوي وكذا بهذا. نحن في ظل غياب الدولة وخاصة عندنا في عكار من اللي محرومين من كتير شغلات ومن أضعف الإيمان اللي هي المي والكهرباء، الإيمان موجودة أكتر شيء بتيجي 6 ساعات بالأربع وعشرين ساعة. نحن حايرين لمين بدنا نشكي أمرنا؟ فوق الفقر عنا فقر، محرومين من كل شيء، بتيجي الكهرباء ساعة بتنقطع 12 ساعة. لا عنا كهرباء ولا مي ولا أي شيء، وبهيدا الطقس أنا عمري 70 سنة وعاملة عملية القلب المفتوح وماني عم بقدر اتنفس. ونتيجة هذه العاصفة التي لم تشهدها المنطقة منذ عقود سجلت حالة وفاة بعدما أدت الرياح المغبرة إلى اختناق السيدة عائشة حسن الواو 62 عاما من التابعية السورية في أحد المنازل في منطقة مونسي في جبل أكروم بعد نوبة ربو حادة. أول شيء كان معها ضيق تنفس، كانت قاعدة بخيمة، إجا دكتور قال لي ما بنصحك بقعدة الخيمة، جيبها على البيت. جبت لهم امبارح ضاق نفسها كثير، رحت بدي اجيب لها سياره، جيت ما لحقتها لقيتها متوفيه. ضاق نفسها هي لانه انا هلا خايف على اولادي هسه من هالشيء هذا. انا عندي اخوات اثنين خرسان كمان عم بضيق نفسهم، عندي ختيار كمان عم بضيق نفسهم، عندي اولادي صغار ضايق نفسهم. تضايق من الغبره؟ ايه. شو عم تحسي؟ انه امبارح اختنقنا. ايه. نحن حذرنا المواطنين ووجهنا لهم نداء لحتى يلتزموا المنازل ويحطوا كمامات ليخففوا من وطأة العاصفة الرملية، ونحن طبعا أعطيناهم تعليمات كافية بهذا الخصوص. وأكثر من هيك ما عندنا إمكانات، يعني نحن طبعا بلديات مستحدثة إمكانات ضعيفة، ما عندنا أمور، يعني ما عندنا مستوصف، ما عندنا أشياء صحية نقدر نفيد المواطنين فيها. أكثر ما هو أنه نعملهم توعية ونوزع عليهم كمامات إذا متوفرة، فيما لزم عدد كبير من العكاريين منازلهم خوفا من تسجيل إصابات جديدة. من عكار، حليمة طبيعة، قناة الجديد. في البقاء، العاصفة ترمي بأكثر من 100 مواطن في المستشفيات. كغيرها من المناطق اللبنانية التي استقبلت العاصفة الرملية، عاشت منطقة البقاع ليلة الاثنين الثلاثاء أوقاتا عصيبة مع وصول العاصفة إلى ذروتها في جميع المناطق البقاعية، ما أدى إلى انعدام الرؤية في الشوارع وصعوبة في التنفس لدى جميع المواطنين. وقد نقل أكثر من 130 مواطنا إلى مستشفيات البقاع بعدما عانوا صعوبات تنفسية حادة. ضع نفس التاج صار معي إسهال وحاطط أعصاب بنار من الغابرة. الغابرة أكلتني. قمت من عشية على البيت ما عاد في لا نفس ولا في شيء.
عندي أنينة أكسجين، معنا في ماء الرواية كمان تعبين شوي. بالله لولا ما عندي أكسجين كنت مات. كانت قاعد دام البيت عندي عامل أرجيلة وقاعد، صارت عاصفة قوية ضغط ما أتعرف حالي وراء نجيب، لقيت حالي بالبيت جوا، قلعتني المرة من البيت كمان. هلا عم بقول اذا صحيت انا وراح مهام بلكي باخذني شي وحده معي. العاصفة استمرت نهار الثلاثاء ولكن بوتيرة اخف، فعادت الحياة الى طبيعتها مع استخدام السكان للكمامات. يعني بالحقيقة نحن استقبلنا حوالي 40 حالة تم ادخالهم للمستشفى من بعد الظهر امبارح، وقدرنا عالجنا تقريبا حوالي 45 حالة وغادروا اللي ما نزلوا بنفس الوقت لغاية 6 الصبح تقريبا اليوم، وابتداء من 6 الصبح لهلا مثل ما رح تشوفوا بالطوارئ تقريبا المستشفى ملانة، وعم نقدر نحاول نعالج الحالات لانه طبعا هي حالة استثنائية فوق قدرتنا. شو عم بيكون يعني شو عوارضهم اللي عم بتكون؟ معظم الحالات هي عبارة عن ديتريس ريسبيراتوار، عبارة عن قصور تنفسي، سواء كان الحالات المرضى عندهم سوابق مرضى تنفسية او مشاكل تنفسية او حتى مثل ربو وغيره، او حتى بعض الحالات اللي مش ما بيعانوا ابدا من اي مشاكل. يعني الرمل اللي عم بيفوت عم بيأثر طبعا على التنفس، عم بيأثر على المجاري، حتى عم تعملوا في بعض الاشخاص شفناهم عاملين كريز نيرفوز، يعني حالات عصبيه من خوف وغيره، لانه نحن بصراحه من سنوات طويله ما شفنا هاي الحاله. يعني مثل ما شايفي حاطين كمامات تمرق بالسلامه، عم بيقولوا على بكره تنحصر لانه الوضع جدا سيء بس اليوم احسن يمكن من امبارح. اليوم انظم شوي احسن. موجات الحرارة المرتفعة المصاحبة للعاصفة الرملية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ زمن بعيد حاجزت النازحين السوريين في خيامهم في البقاع. وضايقت كثير مو شوي، كل شوي أقوم أغسل وجهي يعني، وشغلت المروحة مشان يطلع التراب اللي جوا كمان، يعني فات على الغرفة إغبار. وفي حين بدأت تنحسر العاصفة في البقاع ينتظر المواطنون في المناطق كافة عودة الحياة إلى طبيعتها بعدما عاشوا يومين عصيبين من جراء الرمال المتحركة التي اجتاحتهم. البحر يصل تدريجا إلى بعلبك، ومطلق عبارة بدنا بحر ببعلبك يقول إن المدينة اليوم بحاجة إلى محيط. تحقيق نوال بري. الشعب يريد بحر ببعلبك، هي لافتة رفعت خلال الاعتصامات المطلبية وهاشتاج أصبح ترند على مواقع التواصل، وطلب تعجيزي بدأ يتحقق مع وصول العاصفة الرملية إلى لبنان. فحال أهالي بعلبك هو استجابوا لمطلبنا. صار عنا بحر ببعلبك، ما هو مطلبنا نحن من الحكومة إنه يكون عنا بحر ببعلبك، فهيدا لقل البحر أول شيء رامل وبعدين بيبعتوا لنا الميت. وصل لعنا الرامل نطرين المالح والماي هلا حاليا. ما في ماي، هيدا ما بيمشي حال هيدا الماي. مثل ما أنك شايفة عنا المشكلة الماي هون، إنه كان في ماي والمنسوب خف عنا، فاليوم نطرين الحكومة تأمن لنا بحر لو إنه شوية ماي هون. أكيد بدنا بحر ببعلبك. ليه؟ عشان انه عشان الغبره وهيك ما يصير في عنا هيك شيء. البحر بشيل الغبره؟ ايه عشان العالم تنبسط، انه كمان احلى ما تروح على بيروت. الغبره لانه كتير صار في غبره وكتير صار في عالم بالمستشفى وكتير. البحر بشيلهم؟ ايه. تحب البحر؟ ايه. مي العذبه اللي فيها احلى من 100 بحر بعلبك، تنعش. إذن هذا المطلب أتى كتعبير بديل من سنوات مناشدة من قبل أهالي البقاع للنظر في مطالب منطقتهم. إذن ها هو البحر يصل تدريجيا إلى بعلبك، وبين متظاهرين يطالبون بإسقاط النظام وآخرين يطالبون بأبسط حقوقهم، يبدو أن مطلب وصول البحر إلى بعلبك أسهل الأمنيات. فمن هو الشخص الذي يقف وراء هذا المطلب؟ هو عباس سلامي، مواطن لبناني أحب أن يعبر عن مطلب جدي على قناة الجديد من خلال التواصل مع المدير العام للقناة تحسين الخياط في الحلقة الخاصة باستجواب المواطنين له في 17 من آب الماضي. الله معك، كيفك يا غالي؟ لايك أنا بدي وصل رسالتي عبرك، بديش أحكي على يد الجداد وما الجداد، بدي أحكي عن شعب بعلبك المحروم. هلا نحن الدنيا زبالة، كهرباء قفش وشغل قفش وكله قفش، ليش هون بيروت؟ طيب إذا هني شوب وبينزل على البحر، ليش هني بدي يكون عندهم بحر نحن بدوش يكون عندنا بحر؟ آه فيك تقول لي فيها تجاوبني الدولة اللبنانية ليش عندنا ما فيش بحر؟ بدي أفهم. اليوم بدي يفتحوا بحر ببعلبك، اليوم بدي يمدوا بحر على بعلبك، وإذا ما جابوا بحر والله بننزل بالشريموني بنشفط بحر صور وبحر بيروت وبحر جبال كمان، ننشف كل البحر هون، وقد أعذر من أنسى. لا 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 أصحك، ما ينزل
هلا حاطلب من مريم البسام تأمن لك بحر بعلبك فورا. هذا المطلب سرعان ما أصبح ترند مجددا مع وصول العاصفة. وإلى حين اكتمال البحر في بعلبك، نذهب مع عباس إلى بحر الرملة البيضاء ليخبرنا بالسبب وراء رغبته في البحر في بعلبك. كان بدك بحر بعلبك، جبناك على البحر لهون عنا. شو بيفرق بحر هون عن بحر بعلبك؟ البحر هون كليا غير، مش هذا البحر. أنا مطلبت ماي فيه. كفكرة موضوع البحر، موضوع بحر مطالب فيك تقولي. هلا خصصتها ببعلبك لأنه نظرا أنه فش ببعلبك بحر، يعني منطقة بدها مطالب، مش بحر بدها محيط، يعني مطالب كمنطقة فوق كتير معدومة. يعني كل لبنان إجمالا بده صار بده بحر، لأنه في بحر مطالب عند الشعب. يعني كانت الفكرة إجمالا أنه توصل رسالة للإعلام بشكل خاص أنه وصلوا وجع العالم ما تحققوها، لأنه صعب يتحقق هيك طلب. يعني وصلتها أنا أنه عبر أنه تلفزيون الجديد يومتها كان في الأستاذ حسين خياط في له برنامج، وصلتها بكل رواق بكل طريقة. ما شعبنا بهالأيام، لانه قد ما صار شعبنا ميلل صار يحب يعني كل شيء كوميدي. اليوم هيدا البحر بلش يوصل على بعلبك. اليوم موضوع الغبره كله علق، هذا الموضوع كله لامني، قال انه انا السبب بموضوع اللي صاير ببعلبك. الفكره لا، هذا البحر ما بدنا اياه، اذا هيك البحر بدنا شيء. بس ليك بحرنا ببيروت، انت بدك هيك يصير بحر كون كله مجري. اديني بالبحر فوق، اديني رواق كذا، بيقعد الواحد تحت التيني كذا، هيك مش هذا البحر نهائيا. يعني انصدمت، طبت اذا قايل اني بدي بحر، يعني اذا هيك بحر ببعلبك توبه والله التايب. وبناء على ما جاء فالأرجح أن بحر العاصمة سيتبخر أيضا قبل تحقيق أي مطلب، فالشعب دائما يريد، لكن السلطة اعتادت أن تأخذنا إلى البحر وترجعنا عطاشة. نوال بري، قناة الجديد. وفي الجنوب العاصفة الرملية أيضا تخنق المواطنين. أسوة بالمناطق كافة إلى حصبية، وصلت العاصفة الرملية محملة بالغبار الأصفر الذي خنق المواطنين وحبسهم في بيوتهم. والناس تقريباً عم بتحاول تتخبى مني، لأن لأول مرة من تاريخنا بوجودنا بهالمنطقة نحن هون. ما نستعرفين على هذه العنب والتين والتفاح والفواكه كلها تضررت وانتزعت وبدك ما لا يغسلوه. أول مرة منشوف غبرة بهالشكل، لكن بيجي غبار بس بهالشكل هلا بضل قهوة من زبالة بيروت. الجو جو غبرة وعندي أنا حساسية قوية، بختنق من هالجو. وقد أدت العاصفة إلى إصابة أكثر من 40 شخصا بحالات إغماء واختناق غصت بهم مستشفيات منطقة مرج عيون. الصبح خلص ما عاد في القرق نفس عن الآخر. يعني جربت نجي روح على المستوصفات القريبة، قالوا لي ما في أكسجين ولا في شيء، كلهم خذوني لكن على مستشفى مرج عيون بضل في أرحم من هونيك شوي. أيوة وجيت لهون وعلوا لي اللازم يعني ومش الحال. كذلك غطى الغبار الأصفر منطقة النبطية وضواحيها، حيث حبست العاصفة الرملية الأهالي في منازلهم. وفي مدينة صيدا وضواحيها استنفرت المستشفيات والجمعيات الطبية كافة، إضافة إلى فرق الدفاع المدني، وذلك تحسبا لأي طارئ من جراء العاصفة الرملية التي حجبت الرؤية في ظل انتشار الغبار الكثيف وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إشارة إلى أن العاصفة لم تؤثر بحركة السير في المدينة وحركة الملاحة البحرية والصيد. العاصفة الرملية تعطي اللبنانيين أفكاراً لإمرار النكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما هو شأن كل حدث في لبنان، تغص وسائل التواصل الاجتماعي بالنكات والتعليقات الساخرة. والعاصفة الرملية التي تضرب البلاد لم يختلف وضعها عما سبق، فقد انهالت التعليقات بين ساخر من حالة الفوضى والعواصف الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد في الأساس من دون العواصف المناخية، إلا أن حال الطرق نالت النصيب الأكبر، وقد استخدمت المفردات التي عادة ما تستعمل خلال العواصف الثلجية، مثل طريق زحل ترشيش سالك للسيارات المجهزة بمكانس كهربائية، وحادث مروع في عكار. ولم تغب التعليقات السياسية عن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدمت هذه الحال الجوية لدعم الحراك الشعبي والتظاهرات المزمع تنفيذها بالتزامن مع انعقاد جلسة الحوار وبعدها، حتى إن بعض الفنانين لم ينجوا من التعليقات.
في مؤتمر صحفي أعلن مستشار وزير الصحة بهيج عربيد سلسلة خطوات للوقاية من مخاطر العاصفة الرملية التي تضرب لبنان. الإجراءات الوقائية يلي تم المتعارف عليها للحماية من هذا من هالمشكلة اللي نحن فيها هي أولا أو أهم شيء أول شيء إنه تجنب الهلع والخوف. اثنين بسيطة اللي ما عنده شغلة يسويها دوري برا ما يظهر ما يطلع من بيته يضل ببيته ويحكم إغلاق النوافذ إذا عنده إير كونديشن يشغل الإير كونديشن تنقي الهواء وضع كمامات إذا طلع وإذا ما عنده كمامة يستعمل مناشف أو محرم يحط فيها مي أو سبراي مواد تانية بتساعد على تخفيف إمكانات تنشق الهواء الملوث أو هالرمل الناعم اللي ممكن يحط. القرار اللي اتخذه معالي الوزير بتطبيب المواطنين كل المواطنين على نفقة الوزارة في المستشفيات وبأي مؤسسة تعالجوا فيها، وأخيرا هو قرار إغلاق دور الحضانة على كافة الأراضي اللبنانية. تفاصيل اعتصام حملة بدنا نحاسب أمام شركة كهرباء لبنان إضافة إلى الأجواء في ساحة الشهداء عشية تظاهرة 9 أيلول مباشرة مع الزميل باسل العريضي. باسل مساء الخير، تفضل الهواء لك. كيف تبدو التحضيرات ليوم غد وماذا عن المؤتمر الصحفي لبدنا نحاسب؟ يعني جورج، بداية سنبدأ من التحضيرات الأمنية في وسط بيروت تحضيرا لعقد جلسة الحوار يوم غد. كما تشاهدون في الصورة مع الزميل سعد عياد، التحضيرات جارية على قدم وساق، لم تقطع الطرقات حتى هذه اللحظة، فبيان قوى الأمن كان واضحا أن الطرقات سوف تقطع ابتداء من الساعة 6 صباحا. نحن هنا عند تقاطع ساحة الشهداء جريدة النهار تحديدا عند فندق لوغري، من هنا سوف تقطع الطريق. كما تشاهدون هذه العوائق الحديدية التي استخدمتها قوى الأمن، ستقطع هذه الطريق باتجاه الأسواق وصولا إلى باب إدريس، صعودا باتجاه ساحة رياض الصلح وصولا إلى جامع محمد الأمين. كل هذا المربع سيكون مربعا أمنيا بامتياز يوم غد، في حين سوف تحصر الحركة، حركة الشارع، حركة التجمع المدني، الحراك الشعبي سيقتصر هنا على ساحة الشهداء حيث نحن متواجدون، وصعودا باتجاه ربما باقي الساحات، وذلك يعتمد على حجم المشاركة الشعبية. إذن هذه هي التحضيرات، القوى الأمنية باتت موجودة فعلا على الطرقات تحضيرا لقطع هذه الطريق عند الساعة 6 صباحا. أما فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي والحراك الشعبي بدنا نحاسب الذي نفذ أمام حركة، صحيح، نفذت هذا التحرك اليوم أمام شركة الكهرباء. طبعا شركة الكهرباء والكهرباء هي من ضمن المطالب الشعبية بضرورة تأمينها إلى الشعب اللبناني 24/24 كما وعدوا طوال 24 سنة الماضية. هذا التحرك اليوم كان على وزارة شركة الكهرباء تحديدا في منطقة الجميزة. كان هناك مؤتمر صحفي تخلله مداخلة أو كلمة للزميلة غادة عيد، أشارت فيه إلى هناك عدد كبير من الفضائح المالية التي تخللها ملف الكهرباء خصوصا في السنوات الماضية. سيكون هذا موضوع الحلقة، حلقة الفساد الليلة ستدخل بتفاصيله. هذا التحرك استمر حوالي ساعة تقريبا، وبعد من ثم غادر المعتصمون في المنطقة على أن يصار إلى هناك إلى قيام بتحركات إضافية مماثلة عند عدد من المواقع والمؤسسات التابعة للدولة اللبنانية والتي بدورها تعاني من الفساد والهدر والمحاصصة. جورج، شكرا لك باسل العريضي، كنت معنا مباشرة من ساحة الشهداء. منتخب لبنان لم يجلب فرحة الانتصار، لكن شباب المجتمع المدني قالوا كلمتهم من على المدارج الرياضية. مواجهة لبنان مع ضيفه كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا كانت فرصة مثالية لشباب المجتمع المدني ليسجلوا موقفا، فرفعت على المدرجات 3 لافتات.
حملة بدنا نحاسب رفعت لافتة كتب عليها بدنا نحاسب يلي خربوا الرياضة بلبنان، فيما رفع شباب طلعت ريحتكن لافتتين، الأولى باسم الحملة والثانية تضمنت دعوة للبنانيين إلى النزول والتظاهر يوم الأربعاء في وسط بيروت. نحن بحملة بدنا نحاسب إلا من الأساس أنه نحن سنحاسب بكل الملفات وسنفتح كل ملفات الفساد الموجودة بالبلد. نحن اللي عم نقوله الرياضة هي إحدى المجالات اللي دخل لها الفساد، فساد الطبقة السياسية اللي عاثت فساداً بكل القطاعات وبما فيها الرياضة من سنة 90 لليوم. يعني نحن منطالب بفتح هذه الملفات وإدارة كل المتورطين ومحاسبتهم على هذا الأساس. إذن عاصفة الرمال التي تضرب سماء لبنان وعاصفة الاحتجاجات التي تضرب أرضه اجتاحت الملاعب الرياضية أيضا، ما يعني أن المعاناة تعشعش في جميع القطاعات ولا حل دونها سوى بالقضاء على الفساد. تعليقا على خطة وزير الزراعة أكرم الشيب لحل أزمة النفايات وما خفي من هذه الخطة، مباشرة عبر الهاتف مع رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب. معالي الوزير وئام وهاب، مساء الخير. مساء الخير أستاذ جورج. حضرتك كنت وزير بيئة من حوالي 10 أو 11 سنة، وطبعا يعني بحكم توليك هذه الوزارة طلعت طبعا على الملف البيئي وملف النفايات. اليوم ماذا تقول؟ ما هي ملاحظاتك حول الخطة التي يبدو المشكلة أستاذ جورج بالخطة هذه ينطبق عليها قول هذا، يعني المثل اللي بيقول مطرح ما عملها شنقوه، فرجعوا يعني بدي بارك لشكلين وبدي بارك للرئيس فؤاد السنيورة على انتصارهم عبر لجنة اللي كلفت بهذا الموضوع. اللجنة للأسف مقترحة التمديد لشكلين سنة ونص، ومقترحة اللجنة يرجعوا يفتحوا مطمر الناعمة يضبوا كل الزبالة الموجودة بلبنان يكبوها فيه لفترة بسيطة، طبعا لفترة أيام أو أسابيع، نعم، ويرجعوا لصيغة هي ذاتها بصيدة 200 طن بإصرار 1000 طن على الحدود اللبنانية السورية 50 طن. بس الأخطر من هيك كله تحت حجة المعالجة لبرج حمود، لمطمر برج حمود بدهم يطمروا 1000 طن يصيروا بمطمر برج حمود، يعني بنص بيروت بنص المتن. يعني تخيل لك مالله خطة البشارية بتوصل لكارثة، وكل الناس يعني شو بعمل، يعني في بارك لشكلين طلعت أقوى من الدولة وأقوى من الناس وأقوى من الجمعيات المدنية وأقوى من كل العالم، بعدين شوي بعد شوي أقوى من مجلس الأمن. نعم. طيب هذا اللي حصل. هذه الخطة أنا أضعها بتصرف المجتمع المدني وأقول للشباب هودي الظاهر ما تعلموا شيء، خليكم بالشارع لأنه هيئتهم ما تعلموا شيء هود. نعم. طيب يعني كان هذه الخطة كمان أبرز عناوينها لا مركزية موسعة بمعالجة أزمة النفايات وأعطاء البلديات اليد الطولة في هذا الحل، بانتظار أنه ينعطى البلديات وتجهز نفسها، برأيك شو كان لازم ينعمل؟ يعني غير أنه التمديد سنة ونص، فيما لو كان مزبوط معلوماتك دقيقة 100%. لا 100% المعلومات دقيقة. هاي الخطة أستاذ جورج. نعم. أستاذ جورج، ما هي أنا وياك ما فينا نعمل الحل، خليهم يجيبوا الخبراء الجديين بيعملوا الحل بدل ما نعمل لجنة سياسية. نحن عمالي بتعمل هذه اللجنة السياسية ترجع تحافظ على بس هيدي اللجنة. معالي الوزير، هيدي اللجنة تشاورت مع الهيئات البيئية ومع الخبراء البيئيين، قديش التزمت برأيهم؟ ما بعرف هالسؤال. نعم. قديش التزمت برأيهم؟ بدك تجيب، أنا أقترح لجنة من الخبراء برئاسة تمام سلام، الوحيد اللي ما عنده مصلحة بهذا الموضوع. نعم. كل الناس الباقي يعني في مصالح معينة تجمعها بشكلين. نعم. فأنا أقترح لجنة من خبراء البيئة برئاسة الرئيس تمام سلام، غير هيك ما رح نوصل لحل، ومرجع من بارك مثل ما قلنا لشكلين مبروك عليها سنتين هلق جديد، وخلاص بكرة الناس بتنسى الموضوع وبيرجعوا بيجددوا لشكلين. فانتصرت شكلين بكل المعركة ورجعت شكلين. يعني تخيل انت هلق شريف وهبي مثلا بجنوب اخذ $103 الطن وكل شيء عليه، او نعم. جهاد العرب بالقاع $109 كل شيء عليه، او ظهور مقدم كان $124 كل شيء عليه، سكلين $148 وكل شيء على الدولة. نعم. يعني سكلين اخذي من الدولة كارانتينا واخذي من الدولة مرآب 20,000 متر بالمدور بالاشرفية
واخذي مكب الناعمه من الدوله واخذي مليون دولار هذه صيانه طرقات حول الملف، اخذي كل شيء من الدوله و148 دولار مبروك. شو بنعمل يعني؟ هذا 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 يعني هيك هذا الفريق بيفهم، وهيك والفريق عن جد مقصرين فيها، والناس اللي عم ينزلوا على الشارع بيستاهل اكثر منها. نعم، شكرا لك الوزير السابق وئام وهاب على هذه المداخله. دعا رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب إلى المشاركة في تظاهرة يوم غد في وجه السلطة الفاسدة، وطلب إلى المجموعات الشبابية مزيدا من الاتحاد لمواصلة المسيرة. واجبنا أن نكون إلى جانب الشباب، أن نشد أزرهم، أن ندعمهم في مواجهة السلطة الفاسدة التي تحاول اليوم استفرادهم وضرب حراكهم كما فعلوا مع ما سبقه من حركات. عاصفة الغبار التي تضرب لبنان زادت سوءا أوضاع المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام مبنى وزارة البيئة. قرابة أسبوع مضى على إضراب هؤلاء الشباب عن الطعام في محاولة لدفع وزير البيئة محمد المشنوق إلى الاستقالة. حالات إغماء عدة سجلت بين صفوفهم، إلا أن وضعهم الصحي بات يهدده سوء الطقس. الطقس كتير مأثر علينا، يعني أول حالة صحية نقلناها هي يوسف، كانت كمان صار عنده حالة إغماء من الطقس، وبالليل شي الساعة 3 نقلنا موسى جمعة على الأيو اتش بالليل كمان من وراء الطقس، على العبقة اللي صارت معه من وراء الطقس. هيدا الطقس كتير كتير يعني أزم حالتنا لدرجة منا طبيعية. اليوم نحن قلنا 7 أيام وهذا الطقس هلأ ضربنا بهول 7 أيام ضربة منا طبيعية أبدا. الدعم عن الطعام أكيد مستمرين بهالموضوع حتى يستقيل الوزير، وبس في شغلة كمان إنه بالمستشفى طلبوا منا مصاري حتى كمان بدي يحزونا، لكن أنا ما معي مصاري على الكلام، على أساس إنه قال وزير الصحة إنه هيدا على الوزارة. مزبوط، قال على الوزارة. أي وزارة؟ وين في وزارة؟ أنا معتصم هون ل أعمل مستقبل للجيل اللي بده يجي، لأنه نحن مستقبلنا يعتبر خلص ميت وانتهى من وراء هالحكم اللي من وقت اللي خلقنا لهلا عايشين تحت ظله. هي أول شيء. تاني شيء بدنا الأستاذ يحس على حاله، لأنه الظاهر مسكر ديناه، ما عم يسمع وما عم بيشوف. بدنا إياه يفل لنرجع نكمل نفتح ملف النفايات، لأنه هلأ هو قاعد لا راضي يفل ولا راضي يفتح الملف، فمش عارفين شو بده. إضافة إلى ذلك، يتخوف المعتصمون من هطول أمطار غزيرة عقب هذه العاصفة، لا سيما وأن مخيمهم غير مؤهل لذلك. المواطنون يتحاورون يوميا في السياسة، لكنهم لا يعلقون آمالا على حوار سياسيهم. تقرير للزميلة ليال بوموسى. نحن 14 أدار، نحن بقول عنا حرامية، هوليك خواجات حزب الله، المال من وين عم بيجيبوه؟ من إيران. هو من السعودية، من وين بده جايب كمان؟ من السعودية، من الشعب. هذه هي طاولة الحوار اليومية في ساحة ساسين في الأشرفية، طاولة لم يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بر إليها في 9 أيلول، إنما هي صورة لطاولات حوار كثيرة تنتشر في كل المناطق اللبنانية يومياً. منتحاور كل يوم، نحن كل يوم قهوة، كل يوم نحن مش مثلهم، هوديك كبير من قتل بعضهم. قبل 9 أيلول بيوم واحد، كاميرا الجديد تجول على طاولات الحوار في بعض المقاهي الشعبية لتسأل الشعب المثابر على الحوار رأيه في حوار سياسيه المتقطع. أنا برأيي الحوار ما رح يعطي أي نتيجة. طاولة الحوار مثل كل مرة ما في منها فايدة. مفروض يتحاوروا على المواضيع، في مواضيع أساسية مثل الكهرباء والمي والهول، إلى 30 سنة خالصة الحرب. بيحكوا كل واحد كيف بده يستر حاله، وقد ايه سارق ما حدا يساله. يعني بده يحكوا عن النفايات، عن رئاسة الجمهورية، عن هيك شيء لازم يعني. لأن أهم شيء لازم يشيلوا الزبالة من الشوارع. يعني من فساد، من نظافة، من فرص عمل، من في أمور كثيرة بتوقع إنه إن شاء الله يتوصلوا يا الأمور. الحلول مش من هون، الحلول من برا. واللي بيقول الحلول عنا
حدش يضحك علينا، الحلول من برا. تحكي جاد في حوار مع العلمة بكل شيء، كهرباء ما في، مي ما في، شغل ما في، العالم واقف أشغالها، العالم ملبكي، ما في شيء بالبلد. الله إذا ناويين على الخير بدون يوصلوا، ما ناويين على الخير كل واحد بده يشد الحافلة عنده، ما حيصير شيء. هلا قاعد بيقولوا بده يحكم مش رئيس الجمهورية مشان المواضيع هذه، بس في قصة زبالة والأشياء الموجودة بالبلد لازم هن يسعوا فيها قبل كل حوار معلق بشخصيتهم هن. مثل ما هن متفقين بيحكم، ما حدا بينط عند التاني، هيك اتفقنا هيك حكينا، واللي بنط بزيع على الخط، موديلهم هيك، إني كل عمرهم هيك وبضلهم هيك. ما أعتقدش أنه راح يوصل لحوار النتيجة. لا تحاوروا على الكذب والنفي، شو بتحاوروا؟ حلي عن الحوار تبعهم، يفلوا عننا وبس، منا مي ومنا كهرباء بس. المياه والكهرباء والعيش بلا نفايات مطالب صغيرة، ولكن هل تأخذ مكانا على طاولة حوار الكبار؟ ليال بوموسى، قناة الجديد. إثر الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح، أعلن رئيسه العماد ميشيل عون أن الحوار حول الطاولة سيكون حول المشكلات القائمة، فإما تكون لدينا القدرة على حلها بشكل عادل، وإما يكون هناك فشل ذريع، كاشفا عن أفكار جديدة بخصوص ملف النفايات. يقولوا بنترك الحرية لكل البلديات، فوضى، بيطلع مثل العمار عنا، بصير في عنا مزابل وين ما كان، يعملوا معروف، نحن رح منأمن خطة كاملة أكيد بتحتوي على أفكارهم، بس بدنا أفكار جديدة تانية، مجرد نقل المشكلة لعند البلديات ما بيحلها. بكرة عنا حوار حول المشاكل اللي موجودة، يبقى منكون عنا القدرة حتى نحلها بشكل عادل، أو بيكون هناك فشل ذريع. أولا أنون نسبة على بس نقرر بنعمل انتخابات نيابية، انتخاب نيابي على قانون نسبي يمثل الشعب اللبناني في ينتخب رئيس جمهورية، بعدين بنعمل حكومة وحدة وطنية. إذا لا بدهم رئيس جمهورية بالأول كمان نحن معهم، نحن مقدمين قانون تعديل فقرة بالدستور حتى ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة. هونيك الرجع على الشعب، وهوني الرجع على الشعب. بتمنى انه ما ننجبر نرجع مرة تانية، وعلى الأرجح عم نرجع مرة تانية على الشارع. بقى نتمنى على المسؤولين ما نجتمع فيهم بكرة يكونوا فهم علي الحديث، وأكيد فهموا لأنهم شاطرين. المركز المدني للمبادرة الوطنية يعرض سلسلة اقتراحات تشكل أهدافاً للحراك الشعبي. تحت شعار الشعب يريد إقامة النظام، أصدر المركز المدني للمبادرة الوطنية بياناً وجه فيه التحية إلى الحراك الشعبي، معتبراً أنه دليل على أن المنظمات الطائفية قد سقطت معاً سقوطاً منطقياً في سلة النفايات، وأسقطت معها في هذه السلة الصيغة الطائفية للنظام بما انطوت عليه من تنافس مطلق في اقتسام الناس ونهب البلاد. واعتبر المركز أن ظهور هذه الحركة ليس سوى بداية ظهور التوجه الوطني والشعبي لإقامة النظام في صيغته المدنية. وعرض المركز سلسلة اقتراحات تشكل أهدافا مناسبة في سبيل تحقيق شعار الشعب يريد إقامة النظام، وأولى الخطوات إلى ذلك هي الطلب إلى النيابة العامة التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية لمعالجة مشكلة النفايات التي تهدد النظام العام من حيث السلامة الصحية، كما تهدد النظام العام من حيث الأمن، نتيجة لاستنكاف السلطات السياسية والإدارية عن قيامها بواجبها وعن لجوئها إلى العنف وافتعال الشغب في مواجهة الاحتجاج على فسادها وعجزها. فلا دولة مدنية بلا قضاء مستقل فعال، إضافة إلى مبادرة الحكومة وإلا إكراهها على توجيه مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها تطبيق القانون الدولي لجهة التدخل الأجنبي الخطر وغير المشروع في الشؤون الداخلية للدولة اللبنانية التي هي عضو عامل ومؤسس في منظمة الأمم المتحدة.
المتحدة، وذلك بتشكيل جهاز خاص لمراقبة ذلك التدخل وتعيين العقوبات الرادعة المناسبة. مبادرة الحكومة وألا إكراهها على إصدار تعميم يعتبر الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس لاغية إلى أن يطلب وضعها المواطن الراشد، مستندا في طلبه إلى موافقة المرجع الديني في الطائفة التي يختار التصريح بالانتساب إليها، وذلك تطبيقا للقانون والدستور وتجسيدا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ودعا المركز من ضمن الأهداف إلى إعادة تكوين السلطة التشريعية بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة تضم شخصيات ذات كفاءة ونزاهة بمنأى من الانحياز الطائفي والفساد تحل محل القائمين حاليا بأعمال الحكومة، وذلك في عملية واحدة وفي يوم واحد تبدأ بعد التسليم بمبدأ الحكومة الانتقالية وتشكيلتها ودون أي مس بأحكام الدستور، وذلك باستقالة حكومة الأمر الواقع وبإصدار ما يلزم من مراسيم، وتنتهي باسترداد الحكومة الانتقالية الثقة من مجلس نواب الأمر الواقع على أن تكون مهمتها في مهلة أقصها سنة واحدة مواجهة المشكلات الملحة بتدابير فورية استثنائية، تأمين إقرار قانون النسبية هي النظام في التمثيل النيابي بمادة وحيدة، إجراء الانتخابات النيابية، انتخاب رئيس قادر للجمهورية، وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي، وإنشاء مجلس الشيوخ وانتخاب هذين المجلسين. وأكد المركز أن الحلول تكمن أيضا بانتخاب رئيس الجمهورية لولاية أقصاها سنة واحدة أو سنتين اثنتين وتشكيل حكومة انتقالية. وأكد أن المطلوب من سلطات الأمر الواقع إعادة السلطة إلى مصدرها صاحب السيادة، مؤكدا أن المؤسسة الشرعية القائمة على الدوام إنما هي الهيئات الناخبة، ورأى أنه لن يكون وزن لهذه الحركة كافيا للوصول فعلا إلى أي هدف من أهدافها إلا إذا كانت الرؤية واضحة وسامية، ورأى أن طاولة الحوار التي تعقد غدا تجاوزا للخلافات ليست سوى استعداد عدائي مشترك لركوب عربة واحدة للهجوم. أمل رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص أن يرتقي المشاركون في طاولة الحوار إلى مستوى الأحداث لتكون نتائج هذا الحوار مدخلا إلى تحقيق المطالب المعيشية الضاغطة، وأولها إقرار قانون انتخاب جديد بموجب النسبية واعتبار لبنان دائرة واحدة أو اعتماد المحافظات على أساس النسبية أيضا. ودعا الحص المسؤولين إلى الاعتراف بالفشل في توفير أبسط مقومات العيش الكريم في ظل انعدام أي إمكانية للتوافق السياسي بين الأفرقاء بذريعة تسجيل نقاط على الطرف الآخر تارة، أو لعدم التوافق على الحصص والمكاسب والمغانم تارة أخرى، لافتا في بيان إلى أن الدول التي تحترم شعبها تحتكم إلى رأيه فور مواجهة أي أزمة فتلجأ إلى استفتاء المواطن أو إلى انتخابات مبكرة، وعندئذ يجري الاحتكام إلى رأي الشعب من خلال ما أفرزته صناديق الاقتراع. 28 جلسة حوار منذ عام 2006 ومصالح اللبنانيين المعيشية والاقتصادية مفقودة. تحقيق رشال كرم. لم يشتق اللبنانيون إلى هذه الصورة الجامعة بقدر اشتياقهم إلى رجال دولة يتخذون قرارات تعني حياتهم المعيشية والحياتية، رجال سياسة يبتون ملفات اقتصادية تهم الشعب، رجال حكم يحكمون بعدل ويسمحون للبنانيين بإقرار نظام يشبههم ويساعدهم على العيش بكرامة. فبعد اتفاق الطائف ب16 عاماً دعا الرئيس نبيه بري في 20 آذار عام 2006 إلى حوار امتد 4 أشهر وتوقفت جلساته مع بدء حرب تموز، وقد عقدت فيه 9 جولات حوار ارتكزت حينها على أمور 3 هي كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والاغتيالات الأخرى، القرار الدولي رقم 1559 وملحقاته أي ترسيم الحدود والاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية والعلاقة بسوريا، إلا أن شيئا من هذه البنود لم ينفذ، ومع بداية عهد الرئيس ميشيل سليمان انتقلت الطاولة إلى بعبدة، فزينت الطاولة 19 مرة في 6 سنوات، ففي عام 2008 انعقدت الطاولة 3 مرات، وفي عام 2009 4 مرات، أما في عام 2010 فاجتمع السياسيون 6 مرات ليوقفوا نشاطهم عام 2011 وعام 2013 بعد عودته في عام 2012 4 مرات، وقبل نهاية ولاية سليمان عام 2014 التأمت طاولة الحوار بغياب وجوه 2. بعد 28 جلسة حوار في 8 سنوات
يخيل إلى المراقب أن مشكلات اللبنانيين على الصعد كافة قد حلت، إلا أن طاولات الحوار عدا عن أنها فرصة لالتقاط صور المصافحات السياسية بعد مناكفات سياسية تكاد تكون اشتباكات ميدانية. أما أبرز مقررات الجلسات 28 فهي التشديد على أهمية استمرار عمل هيئة الحوار، استمرار السعي لتوفير الظروف الكفيلة بتنفيذ مقررات مؤتمر وهيئة الحوار، التشديد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف، التشجيع على متابعة العمل لضمان تطبيق خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان، التشجيع على احترام الاستحقاقات الدستورية الرئاسية والنيابية وتجنب الفراغ في موقع الرئاسة الأولى، الترحيب بتأليف حكومة المصلحة الوطنية، مناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع، اعتبار الفيلم والرسوم المسيئة إلى الإسلام عملا استفزازيا مدانا، توفير بيئة مؤاتية لإنجاح زيارة قداسة البابا للبنان، البناء على ما كرسته زيارة قداسة البابا من أجواء استقرار وتضامن، التمني على الحكومة أخذ جميع التدابير الكفيلة بفرض الأمن على الأراضي اللبنانية كافة، الاتفاق على ميثاق شرف بين المتحاورين للالتزام بالمسلمات التي أطلقها خطاب القسم، المضي في الحملة الوطنية الهادفة إلى تأكيد حق العودة ورفض التوطين، التزام الاستمرار في نهج التهدئة السياسية والإعلامية والحوار، والأهم في المقررات التنويه بما اطلع به فخامة الرئيس من دور وما بذله من جهود لإدارة عمل هيئة الحوار. مقررات تؤكد المؤكد، تحدث الجميع وسكت الحوار. رشا الكرم، قناة الجديد. مدينة طرابلس تتأهب للالتحاق بمدينة بيروت. إلى الشمال من قلب العاصمة بيروت تقبع طرابلس بالفقر والحرمان، ومن رحم حرمانها لبت طرابلس نداء العاصمة وكل لبنان، وهي أيضا ستحمل وجعها وتصرخ أمام تمثال الشهداء في بيروت طلبا للعيش الكريم. ففي طرابلس تحضيرات لا تشبه الأحزاب والتيارات بل أهل المدينة. يا هل ترى هيدا مسموح؟ هيدا لوين بده يوصل؟ طب المواطن بيسكت، بشد على حاله، بجرب يلاقي حلول، بس بالآخر في سدود. اليوم كلنا عم نتأذى بنسبات يمكن مختلفة متفاوتة، ولكن ما حدا في يقول إنه ما عم بيتأذى وما عم بيصاب بكل هاللي عم بيصير. ما معقول الدولة تكمل هيك، مش معقول نحن كمواطنين نقدر نكمل حياتنا هيك، مش معقول هالوطن يضل وطن نحن وسكتين. لابد من هالحراك. هلا يمكن البعض بيقول هل هالحراك تأخر أو إجا بوقته، ما منعرف، ولكن إجا وهيدا اللي لازم. نحن مطالبنا ومطالب بيروت مطالب واحدة، مطالبنا بس نحن هون بطرابلس، طرابلس ترجع تتعمر من جديد، طرابلس تتعمر من جديد، طرابلس يوقف فيها الحرب، يجيبولنا الكهرباء مزبوط، المي مزبوط، المعيشة، المدارس، الأطفال، الأولاد، الشباب، الشباب العطلة عن عمل. حتى المواطن يمكن يلي مش عم بيلاقي كل يوم معه قيمة أو حق رغيف خبز اليوم نازل، لأنه هيدا الوجع عم بيصيبه بالصميم. في كتير تواصل من جميع أطياف المجتمع المدني، من جميع أطياف المجتمع الطرابلسي يلي جدا متحمس هالمرة أكثر من المرات السابقة على المشاركة بالتحرك نهار الأربعاء. عم نحاول قد ما فينا نأمن مواصلات للعالم، طبعا في بدل لهالموضوع لانه نحن جماعه ما عندنا تمويل. طرابلس طرابلس السلام، طرابلس ليست طرابلس الحرب. نحن كمجموعه طرابلس انتفاضه طرابلس الشعبيه عم نحضر لنزل شباب على بيروت، وهذا التمويل على حسابنا، هذا التمويل على حسابنا. عم نجمع من شباب كذا بعضنا، يعني عم نوقف على الواحد 6000 7000 على الشخص، نجمعهم وننزل العالم على بيروت. من حقوقيين، من جمعيات، من هيئات، الكل مشارك، وبتصور هيدي أكتر مرة حيكون في مشاركة كتير كبيرة من طرابلس، وكل حدا نازل لأنه وجعه شخصي ولأنه وجعه وطني، مش نازل كرمال سياسي، مش نازل كرمال شخص. لن تكون الطريق من طرابلس إلى بيروت للمشاركة في التظاهرة أطول من طريق الفساد والفقر والحرمان والاستخفاف بالكرامة البشرية على طول 40 عاماً، ما عرف خلالها لا اللبناني ولا الطرابلسي تحديداً راحة وبحبوحة.
وزير المال علي حسن خليل يرد على مستشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في حلقة الليلة من برنامج الفساد. تقرير ليال بموسى. بعدما كشف برنامج الفساد في الحلقة الماضية حول خطة الكهرباء أن الشركة الدنماركية التي التزمت إعادة بناء معملي الذوق والجية قد رفعت دعوى على الدولة بسبب التأخر في دفع أموالها وطالبت بتعويضات تفوق 135 مليون دولار، وبعدما رد مستشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الأسباب إلى امتناع وزارة المال عن الدفع. هلأ من بعد ما رحنا على محكمة دولية؟ صحيح، هذا السؤال ساعتها بتسألي الوزير المالية مش لا يعني مش يمكن بمحكمة دولية تغرمونا يمكن 100 مليون دولار هيك حياخدوا هيدا يسأل إلى وزارة المالية مش إلى وزارة الطاقة. هذا السؤال إنما ماني هون تجاوب عن وزير المالية وزارة المال ترد ردا قاسيا على مستشار باسيل مشيرة إلى وقائع متصلة بإجراء باسيل تعديلات لم يوافق عليها ديوان المحاسبة. رد خليل على باسيل يعرض في حلقة برنامج الفساد الليلة، وفي الحلقة وقائع عن عكار المحرومة المنسية بعنوان عكار من نام زبلة. لبنان يخسر بثلاثية أمام كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا. كان منتخب كوريا الجنوبية ضيفا ثقيلا للغاية على مضيفه اللبناني، حيث تفوق شكلا ومضمون ونتيجة بثلاثية نظيفة، وساهمت بعض الخيارات المستغربة من قبل الجهاز الفني في قساوة المشهد. المباراة أقيمت على ملعب صيدا البلدي ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا، وحضرها نحو 8000 متفرج تحدوا العوامل المناخية الحارة التي يعيشها لبنان. المنتخب الكوري العملاق المدجج بنجومه المحترفين تفوق منذ البداية أمام شكل دفاعي غير منظم، فاستحوذ وسيطر واستفاد من أخطاء بدائية وسجل هدفين مبكرين بواسطة يانغ هيون سو وعلي حمام بالخطأ. في الشوط الثاني أجرى المدرب المونتينيغري رادولوفيتش تغييرات حسنت شكل منتخب الأرز ومنحته عدة فرص للتسجيل، إلا أن سذاجة الأخطاء في الخط الخلفي منحت الضيوف هدفا ثالثا وقعه كوان شانغ هون. خسارة لبنان وضعته في المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا برصيد 3 نقاط، متأخرا ب6 نقاط عن كل من كوريا الجنوبية والكويت. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران مستعدة لمناقشة السلام في سوريا مع أي دولة، وذلك ردا على سؤال بشأن إمكان تعاون بلاده مع السعودية والولايات المتحدة بهذا الصدد. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر الذي يزور طهران، قال روحاني: سنجلس إلى أي طاولة مع الدول داخل المنطقة وخارجها من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية. أما الرئيس النمساوي فأعلن أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإيران سيرتفع إلى 300 مليون يورو هذا العام وسيواصل النمو في السنوات المقبلة. كان في النشرة: لبنان الأصفر يختنق بالرمل. صار عمي في 80 سنة، هذه أول مرة بتمر علينا. وشر البلية ما يضحك. وصل البحر عبعلبك. يا مدي مدوا بحر عبعلبي، وإذا ما جابوا بحر والله بننزل بالشريموني بنسقط بحر صور وبحر بيروت وبحر الباين كمان. فايدة لقل البحر، أول شيء رامل وبعدين بيبعتوا لنا المية. كل ذاهب إلى الحوار بشروطه. نتمنى على المسؤولين ما نجتمع فيهم بكرة يكونوا فهم علي الحديث، وأكيد فهموا لأنهم شاطرين. وللناس طاولاتها. نحن 14 أذار، نحن بقول عنا حرامية وليك خوجات حزب الله. الكهرباء بعد البيئة والحساب يفتح غدا. واجبنا أن نكون إلى جانب الشباب، أن نشد أجرهم، أن ندعمهم. وكان في النشرة أيضا: بدنا نحاسب من الملاعب. في ختام هذه النشرة شكراً لحسن المتابعة. الموعد المقبل عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.